بالنسبه احنا في الحقيقه كان عدد الاصابات يهمنا كثير وهو اللي يتكلموا عليه الناس، لكن احنا كمسؤولين في القطاع نشوفوا هل قطاعنا قادر يواجه ام لا، هل قادرين لما تكون موجة رابعة تكون عندنا الأسرة، هل يكون عندنا الأدوية، هل تكون عندنا الأكسجين، هل نقدروا نقابلوا المرضى نتاعنا ونعالجوا لهم ونعطيوا لهم المساعدة العلاجية أو خدمات صحية اللازمة. الحمد لله ما كانش مشكل. وبالنسبة للأرقام اللي عندنا احنا نديروا كل يوم الزملاء ونشوف عدد المصابين كل يوم وعدد الإصابات وعدد المرضى داخل أقسام الإنعاش وعدد المرضى اللي تحت العتاد الصناعي للتنفس. أطلعنا أكثر من 6000 مريض في المستشفيات، أكثر من 6000. وبالنسبة للجزائر اللي عندها أكثر عدد إصابات وأكثر عدد مستشفيات وأكثر عدد السكان، أصبحنا بأكثر، وصلنا فتنا 1000 وشوية وفتنا 6000 بالنسبة لكل مستشفيات الجزائر. أمس 685 أو 86 686 في الجزائر بالنسبة لأكثر من 1000. إذن عدد المرضى داخل المستشفيات انقص، وهذا اللي يسمح ونطلب كل المدراء كل المسؤولين أن نستأنف وننطلق في العمل. بالنسبة لكل المرضى اللي كانوا ينتظروا كنا نقول لهم الأسرة راهي محجوزة من طرف كوفيد، إذن استئناف العمل تدريجيا، خلوا الأسرة والمصالح اللي مازالت تواجه الكوفيد ونصبح ندير واجباتنا وعملنا الأساسي بالنسبة للأمراض الأخرى. وعدد كبير من المرضى راهم ينتظروا في الأسرة وينتظروا في العمل.